السلام عليكم طالبات، نبدأ اليوم درسنا الجديد هو حل تمارين اليونت الخامس. عندنا بضع تمارين موجودة عندنا من المتبقية حتى نكمل اليونت. موجود تمارين عندنا يونت سوري لسن 9 يونت 5 exercise B. The words in the books are all types of television programs. Match them to the definitions. نقول هذه كل الموجودة عندنا هنا هي برامج تلفازية، نوصلها إلى تعريفها. نقول it tells a funny story. خبرنا قصة مضحكة. هذا شو مثل إنه comedy. Information about sun, rain and temperature. معلومات عن الشمس والمطر والحرارة. هذه تمثل إنه weather الطقس. عن مسوي الأرقام كاتبت لكم. A questions and answer program. برنامج يحتوي على أسئلة وأجوبة. هذا شيء مثل كويز شو، يعني شلون برنامج اختباري كويز بمعنى اختبار، أو شلون عمل امتحان قصير. Conversations between famous people، محادثات أو محاورات مع ناس مشهورين أو بين ناس مشهورين. هذا شيء مثل راح نشوف هنا number 4 هي talk show، يعني شلون نقول لقاء تلفزيوني. It gives information about one subject. ينطينا معلومات عن موضوع واحد. هذا شو نسميه documentary بمعنى برنامج وثائقي. نجي إلى exercise اللي بعده. نقول these are all words connected with sport. هذه تقول المصطلحات والكلمات كلها لها علاقة بالرياضة. Match the nouns in the books with the verbs. نوصل الأسماء اللي موجودة عندنا هنا مع الأفعال. بنات هذا التمرين جدا مهم ودائما نجيبه من عنده بالبكالوريا. لاحظوا عندنا كلمة score. كلمة score بمعنى يسجل. يسجل لنا score goal. Score goal يعني بمعنى يسجل نقطة ويسجل هدف. ثانية win. عندنا الفعل win راح يكون مع medal. Win medal يربح ميدالية. Three play tennis يلعب تنس. Number four run راح تكون شنو race، يعني يركب في سباق. يركب في سباق. Do gymnastics يعني يلعب رياضة gymnastics. هذا فيما يخص التمارين مال lesson 9. نجي إلى التمارين lesson 10 درس العاشر. درس العاشر ما راح ناخذ exercise A، ناخذ exercise B. It is more important. هذا أكثر أهمية. We'll use the words in the box to complete the sentences. هاي الكلمات اللي موجودة عندنا هنا بالبوكس راح نستخدمها حتى نكمل بها الجمل. Number one. A dash writes about events for a newspaper. نقول هو يكتب بأحداث لي جريدة. شنو هو هذا؟ شو راح نسميه؟ راح نختار له رقم واحد اللي هو reporter المراسل. اللي بعدها I need أنا أحتاج to see clearly when I'm reading، أن أرى بوضوح عندما أقرأ. when I'm reading شنو هي اللي أحتاجها بوضوح عندما أقرأ؟ راح نختار number 2 هذه هي spectacles اللي هي النظارات. اللي بعدها I'm too dash to carry the heavy box لحمل صندوق ثقيل. can you help me هل تستطيع مساعدتي؟ هذه number 3 راح تكون شنو عندنا هنا؟ انه هو شخص ما يقدر يحمل صندوق ثقيل ويريد يطلب المساعدة. اذا هذا شو نقول عنه؟ ويك. نقول I'm too weak، انا ضعيف جدا. انا ضعيف. ويك هذه ضعيف جدا، ما اقدر احمل الصندوق فيطلب المساعدة من احد ما ان يساعده. نقول young people should be dash when they help the older generation. نقول الشباب او الصغار العمر، يعني الشباب يجب ان يكونوا شنو؟ عندما يساعدون شو نقول الأجيال الكبيرة الـ older generation يعني الكبار بالعمر. هذه number 4 هنا شو راح تكون هنا عندنا number 4 اختياري راح يكون appraised. نقولنا young people should appraise بمعنى يمدحون أو يثني على. okay when they help the old generation. البعدها number 5 If someone is unable to walk easily، إذا شخص ما يقدر يمشي بسهولة، they may need a ربما يحتاج إلى شو راح نحتاج؟ wheelchair اللي هو كرسي المقعدين أو الكرسي المتحرك wheelchair. Number 6 the dash man said الرجل قال you left a lesson for every son ترك الدرس لكل ابن and hope for every father وأمل لكل والد.
هذا شنو اختار للرجل؟ شنو كان شنو انطينا صفة بالقطعة ذات تذكرونها؟ the wise man، الرجل الحكيم. the wise man، the wise man، الرجل الحكيم. فهذه راح تكون الصفة للنقطة السادسة. هذا فيما يخص التمرين، وقلنا هذا مهم التمرين. نجي للextra activities اللي بعدها، من هي تمارين اليونت أو أي شيء يتعلق بهذا اليونت، هي الextra activities، تمارين إضافية. بعدنا exercise A وحلينا من عنده هذا هو. we'll complete the conversation، كمل المحاورة. use the same words more than once، تقدر تستخدم الكلمة أكثر من مرة. فلاحظوا عندنا فراغ. you watch TV last night، فهنا لازم عندنا سؤال، لازم نختار فعل مساعد نسأل به. لكن شو نختار الفعل المساعد نسأل به المناسب للجملة؟ أول شيء نشوف الجملة عندنا كلمة last. last night بمعنى الليلة الماضية، إذن زمن الجملة شنو؟ هذه ماضي. اوكي، عرفنا زمن الجملة، حددناه ماضي. كم فعل مساعد يدل على الماضي؟ قلنا عندنا was where did. زين، يهو نختار نسأل به للسؤال، نشوف الجملة هل تحتوي على فعل رئيسي؟ لاحظوا عندنا watch بمعنى يشاهد. قلنا إذا الجملة تحتوي على فعل رئيسي فنسأل ب did. if you remember، تذكرون هذا الحكي وقلت لكم كتبوا جواه main verb أو infinitive مصدر أو main verb فعل رئيسي، شو تكتبون صحيح هو. اوكي، بنشوفهم الجملة فعل رئيسي نختار did. الجواب راح يكون ما دام سألنا ب did نجاوب yes I did. النقطة الثانية what dash you watch، نفس الحالة شنو عندنا همين watch، إذا بمن نسأل هنا؟ كذلك ب did. what did you watch، ماذا شاهد؟ a documentary، برنامج وثائقي. dash it interesting، لاحظوا it interesting صفة فاعل عندنا وصفة، فهنا أنا ما عندنا به فعل رئيسي فما نسأل ب did، يبقى عندنا was where، عندنا الفاعل it مفرد، إذا بمن نسأل؟ be was. was it interesting يعني هل كان ممتعا؟ اللي يسأل هنا اتعلم ان يعود على البرنامج الوثائقي it، يعني يقول it was interesting، هل كان ممتع هذا البرنامج؟ يقول له yes it، ما دام سألنا ب was قلنا نجاوب الفعل نجاوب. البعد هالنقطة what dash it about، شو تلاحظون عندنا داش سؤال وعندنا it و about حرف جر، يعني عن ماذا يتحدث أو ماذا كان البرنامج، عن ماذا كان البرنامج. فهنا ما عندنا فعل رئيسي فنسأل، قلنا يا أما was أو where، نفس الحالة نلاحظ الفاعل، الفاعل مفرد بمن نسأل؟ was. فصير الجملة what was it about، عن ماذا كانت يعني البرنامج الوثائقي. animals in Africa، الحيوانات في أفريقيا. واضح حسن إن شاء الله شلون حلينا السؤال؟ حالين إحنا من عند هذا أكثر من مرة، كم لسن بداية اليونت حلينا من عنده. نجي إلى exercise B. put verbs in the past simple or past continuous، نخلي الأفعال بزمن ماضي بسيط أو ماضي مستمر. لاحظوا يقول علي sit dash in a cafe، وعلي يجلس في كافي، فش تصير؟ علي was sitting، هنا تي تضاعف، يعني قبل التي حرف علة واحد فنضاعف الحرف الأخير ونضيف الإضافة، فصير علي was sitting in a cafe، كان جالسا في الكافتري، يعني اكو استمرارية للحدث. بعدها he was شنو عندنا؟ reading، نفس الحالة خلي was reading أو كان يقرأ كتاب. he wait شنو نصر؟ he was waiting for his friend جاسم، كان ينتظر صديقه جاسم. بعد ذلك شنو صار؟ هاي كلها الأحداث قلنا الماضي المستمر هو شيء مثل إن الباكراوند، يعني خلفية الأحداث أو الأحداث الرئيسية. شنو صار خلال جلوسه وخلال قراءته وخلال انتظار جاسم؟ شنو صار؟ he heard، فجأة سمع صوت. الفعل hear بالماضي صير heard، انتبهوا لهذا فعل شاذ، يعني heard بهذا الشكل فقط إضافة دي ما نضيف لأيدي. الأفعال بنات ركزوا عليها. he heard a taxi stop، إنه تاكسي توقفت. and he looked، الفعل look صير looked up، ثم نظر إليها. he فعل see بالماضي صير saw saw. he saw his friend جاسم، شاهد صديقة جاسم. he get out of the taxi very slowly، شاهد صديقه، الفعل get بالماضي صير got. he got out of the taxi very slowly، شاهد صديقه يخرج من السيارة بصورة بطيئة. what's the matter، ما المشكلة؟ علي thought، ففكر علي، يعني فكر علي شنو المشكلة. الفعل think بالماضي صير thought o-u-g-h-t، t-h-o-u-g-h-t think يتحول إلى thought. then he see، الفعل see صير saw. then he saw جاسم have بالماضي شو صير عندنا had. he saw جاسم
had a broken leg, بأن ساقه مكسورة. شاهد جاسم بأن بساقه مكسورة. فش نشوف هنا الأحداث الأولية، ثلاث أفعال الأولى شنو كانت؟ بالماضي المستمر، وكان جالس ويقرأ وينتظر. من وقفة التاكسي هاي الأحداث اللي سردناها، إنه هاي اللي صارت خلال فترة الباك جراوند الاستمرارية، الأشياء الفجأة صارت، التاكسي توقفت، نزل منها صديقة وفكر، وإنه اكتشف إنه صديقة رجله مكسورة. فلهذا بقية الأحداث صارت بالماضي البسيط. نجي للتمرين اللي بعده. Correct the sorry. Choose the correct pronouns to complete the sentences. اختر الضمائر الصحيحة تنكمل بها الجملة. Jason broke his leg and dash couldn't walk. He or him. نقول جاسم كسرت ساقة ولا يستطيع المشي. هو and هنا شو هنقول؟ He or him. ضمير فاعل مثل and he couldn't، وهو لا يستطيع المشي. إذا نختار he ضمير فاعل. عندنا أداة ربط يعني جملة جديدة، جملة جديدة بدايتها شنو تكون؟ فاعل. نخلي هي. أحمد gave his mother and father a present، يعني أحمد أنطى والده والدته هدية. He gave it to، هو أعطاها لهم. شو راح نقول؟ yesterday يوم أمس. لهم they لو them، راح شيء أكيد راح تكون them ضمير مفعول به، هذا هو ضمير الفاعل. إذا هنا شو راح يكون؟ ضمير المفعول به أعطاها، هو أعطاها لهم، لهم هو اللي هو them. I often go to the beach with my sister. أنا دائما أو غالبا أذهب إلى الشاطئ مع أختي. said نور، قالت نور. dash like the sea. Like the sea. عندنا we or us، شو راح نختار هنا؟ بما أن هي full stop نقطة بداية الجملة، نختار ضمير الفاعل اللي هو we. We like the sea. نحن نحب البحر. Number four. عندنا Mrs. Fatima asked Maryam a question. Maryam gave dash a good answer. Gave. فهنا عندنا gave. Maryam gave. أعطتها. شنو راح يكون هنا؟ she or her. شيء أكيد راح يكون ضمير مفعول به، لأن مريم الفاعل وهذا الفعل، فنحتاج مفعول به، ضمير المفعول به اللي هو her. She gave her a good answer. أعطتها جواب زين أو جواب جيد. Jasim and Hamid were late for school. تأخرا بالذهاب للمدرسة. Can you take dash in the car؟ هل بإمكانك أن تأخذهم in the car؟ فهنا قال لك جاسم asked his father. جاسم سأل والده. We or us. Can you take؟ هل بإمكانك أن تقل لنا أو تأخذنا؟ فهنا شو راح يكون ضمير المفعول به us. Can you take us in the car؟ هل تقدر توصلنا بالسيارة؟ فهنا عندنا الفاعل you، وهنا ضمير المفعول به us اللي هو نحتاجه. نجي إلى exercise دي. قالنا read these notes about a TV program. يقول اكتب هذه الملاحظات عن برنامج تلفزيوني. Use your imagination. استخدم خيالك. To add extra information. حتى تضيف معلومات إضافية أخرى. Then write a summary. نوب اكتب الملخص. هذا بنات كلش مهم، وهذا عبارة عن إنشاء ويجيبون من عنده بالامتحان. يكتب عن برنامج تلفزيوني. هاي الملاحظات اللي نعطيكم إياها very interesting. About elephants. عن الفيلة. Also very funny ومضحكة. فهذا هو الإنشاء. أنا حقالكم إياه بعدين أصور لكم صورة واضحة وأدزي لكم إن شاء الله. فهاي البيجين نعطينا البداية. I watched a good program last night. يقول أنا شاهدت برنامج جيد الليلة الماضية. يقول it was a really interesting program about elephants. يقول كان برنامج جيد وممتع جدا عن الفيلة. It was also very funny. وكذلك كان ممتع. There were some elephants by a pool and they were very thirsty. يقول كان هناك مجموعة أو من الفيلة قرب البركة وكانوا عطشاني. And they were very thirsty. There was a camera. شوي الكتابة ناعمة أنا كتابتي، فأصور لكم أوضحها وأصور لكم صورة واضحة. There was a cameraman filming. كان هناك رجل يحمل كاميرا يصور أو يقوم بتصوير. And a reporter talking. ومراسل يتحدث to the camera للكاميرا.
When one of the elephants blew water, عندما قام أحد الفيلة بنفخ الماء, blew water into the air, في الهواء, the cameraman and the reporter got very wet. يعني شو نقول, الرجل يعني اللي كان يصور والمراسل اثنيناتهم أصبحوا مبللين كليا. هذه فيما يخص التمارين اللي تخصص هاي اليونت, إن شاء الله كملناها.